يشهد المطار العسكري في مدينة دير الزور عمليات عسكرية واشتباكات بين الثوار وقوات النظام ولمدة تزيد عن 5 أشهر. طول المدة انعكس سلبا على البلدات المحيطة بالمطار العسكري، فنالت النصيب الأكبر من الدمار. بلدة المريعية والمجاورة للمطار العسكري تتعرض بشكل يومي لقصف مكثف، مما سبب نزوح أهالي البلدة بعيدا عن القصف لكن ليس بعيدا عن بلدتهم. والله لن نرتاح، نحن في بلدة مراعية باقون وصامدون حتى النصر بإذن الله، حتى يأتي الفرج من الله. هذا دمار لا تقبله أي أعراف دولية أو إنسانية، والحمد لله والله أكبر، إما الشهادة أو النصر. النظام قصف البلدة بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة منها والثقيلة، وآخرها كان قنابل الفوسفور الأبيض، الأمر الذي أدى إلى دمار كبير في البلدة. فأثناء تجوالك فيها نادرا ما تصادف أحدا، فلا يوجد هنا سوى بعض الشباب الذين أصروا على البقاء. بقينا في البلدة لحماية ممتلكات الأهالي، وفي بعض الأحيان تنزل قذائف من النظام تشعل حرائق نقوم بإطفائها، ويدخل بعض المدنية لا يعرفون الطرق الآمنة، تكون مكشوفة على القناص وندلهم على الطريق الصحيح للذهاب كي لا يصيبهم أي خطر. بلدة المراعية من البلدات التي تشتهر بزراعتها، فحال الزراعة فيها هذه السنة ليس بأفضل حال، حيث لم يتمكن أهلها من جمع محصولهم الصيفي في السنة الماضية، ولن يتمكنوا من جني محصولهم الحالي، والسبب واحد. لم يستطع أهالي مدينة أبو عمر والمراعية جني محصول القطن هذا الموسم، أصبح له مدة عام كامل، والآن نحن في الموسم الثاني، موسم الشعير والحنطة، كذلك لم يستطعوا حصاد هذا الموسم بسبب القناصين ونزول القذائف وراجمات الصواريخ كالمطر، لأنها أحرقت هذه المحاصيل. شوق الأهالي لبلدتهم يدفعهم لتفقدها بين الحين والآخر، على أمل بالعودة إليها يكاد يكون قريبا. عباد الأحمد لأورينت نيوز، دير الزور.